السلام عليكم. فكرة الفيديو ازاي تحل مشكلة Trust Relationship بطريقة سهلة وما بتحتاجش تعمل ريستارت غير مرة واحدة. تدخل على جهاز الكمبيوتر باستخدام Local Administrator Account، تكتب دوت سلاش عشان تظهر اسم الكمبيوتر، وتكتب الأكونت Local Administrator، تعمل ساين ان، هتختار Advanced System Settings، تختار الكمبيوتر نيم، Network ID، تكتب domain account، تكتب الدومين نيم، هتضيف الاكونت على الجهاز وهتخلي الاكونت تايب ادمنستريتور وتعمل ريستارت للجهاز. ترجع تعمل لوجن تلاقي المشكلة اتحلت. شكرا.